نرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح مع بعض لمحافظة الإسكندرية واللي نظمت أول ورشة عمل ومعرض فني على شواطئ الإسكندرية. شارك في المعرض أكتر من 100 فنان تشكيلي من مختلف المحافظات، ده غير أنه كمان كان في عروض فنية وفولكلورية تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع لحضراتكم على طول. فنون يا اسكندرية، عنوان أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئ الإسكندرية بمشاركة 100 فنان تشكيلي من مختلف المحافظات. إبداعات فنية وفعاليات فولكلورية اتقدمت خلال الفعالية اللي أقيمت بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وأكاديمية ديدا آرت للفنون. بين البحر والرمل والجو الجميل عرض الفنانين إبداعاتهم في ورشة العمل والمعرض بهدف تنشيط السياحة الداخلية والشاطئية وتشجيع النشاط الثقافي والفني.